ينضم إلينا من بواكي موفد قناة الجزائر الدولية ياسين قالم. أهلا وسهلا بك ياسين، كيف تبدو الأجواء في المنتخب الجزائري عقب آخر حصة تدريبية قبل المباراة المرتقبة بين الخضر وبوركينا فاسو، وبالنظر أيضا إلى تصريحات المدرب جمال بلماضي؟ تفضل ياسين. نعم، مساء الخير حمزة، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن المنتخب الجزائري يجري في هذه الأثناء الحصة التدريبية الأخيرة والتي انطلقت في حدود الساعة الثالثة أو النصف. الحصة التدريبية تخللتها منطقة مختلطة، كان هناك بعض التصريحات على غرار تصريحات اللاعب رامي بن سبعيني وكذا سفيان في غولي، بالإضافة إلى المخضرم عيسى مندي. إذن اللاعبون ومن خلال حديثنا معهم لمسنا أنهم في أتم الاستعداد، يعني قالوا أنهم ضيعوا مباراة منتخب أنغولا، إلا أنهم لن يفرطوا في الفوز في مباراة بوركينا فاسو يوم غد، رغم صعوبتها أقول ورغم توقيتها، يعني المباراة ستكون في حدود الساعة الثانية زوالا. إذن الكل عازم، بما في ذلك الناخب الجزائري جمال بلماضي، والذي أكد في الندوة الصحفية أنه سيقدم كل ما لديه من أجل تجاوز عقبة بوركينا فاسو وتأكيد حقية المنتخب الجزائري في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. نعم، موفد قناة الجزائر الدولية ياسين قالم، كنت معنا من بواكي، شكرا جزيلا لك.